دعنا ننطلق سويا مع سيارة أحلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين الأفاضل، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وعشركم مبروكة، وكما عودناكم ديما تنجيب لكم هميزات ملاح ونقيين. اليوم راه جبنا لكم هذه الكليوكات اللي هي غنية عن التعريف. هذه أخوتي راه الموديل ديالها 2018، الكيلومتراج ديالها 130,000، ما جايبهاش جوانط الومنيوم ولكن فيها العمارة، فيها لاكليم، مزاج الكتريك. احنا ان شاء الله دابا غادي نحاولوا ندير لها شي فيديو كما عودناكم وندورو بها مزيان باش تشوفوها من جميع الجوانب، فخليكم معنا ان شاء الله تعالى. نحاولوا ندير واحد الدويرة خارجية، هي كي تشوفها الخوت. الصباغه ديالها اوريجينال، الصباغه ديال الدار، ما متوشيه ما والو، ما معوده ما والو. غنشدو على البنوات، ها هما. انا راه كيما تنقول لكم راه تنحاول نوريكم تقريبا المسائل اللي تتشافوا في السيارات. البنو ديال لورطا باقي مزيان بحال ديال قدام، سيري واحد نفس الزواقة. بسم الله ما شاء الله، السيارة راه فيها ليكرون ديالها اوريجينال. بالنسبة للزاج الكتريك راه هو هما اللي تسمح تجيو لها. الريغراتور ديال المرايات حتى هو الكتريك من الداخل. غادي نديرو ليها امارش نشوف هذا الكيلومتراج اللي قالنا السيد واش هو هذاك نيت. ما طلعش الكيلومتراج وربما تاخذ شويه الوقت. المهم هي راه ضربه 130,000. بالنسبه للحاله ديال السياره من الداخل انتم تشوفوا الكوسان ديالها راه تبارك الله باقي نقيين، البلافو حتى هو راه في حاله جيده. السيارة تبارك الله مقلبة راسها هادي، الصراحة تيكون شي حديد نقي تيقولو مقلب راسو هذا، يعني ما فيه غير تقلب، ولكن رغم ذلك بنادم راه تيجي تيشوف تيعاود يقلب، أن ربما تيكونو شي خفايا ما تيدركهم إلا المحترفين، والإنسان راه من حقو يقلب مزيان قبل ما يشري. بالنسبة للبيبان إلا لاحظتو راه البورتين مزيان، الكارنيتور زاكي بلاصتو، كلشي مزيان. وهانتوما اخوتي الزاج فيها لورا مانويل، يعني بحال قلتي نص عمارة، السيارة نص عمارة، فيها لاكليم، الزاج الكتريك القدام والجوينطات والزاج الكتريك لورا ما فيهاش، يعني نص عمارة. بالنسبة للصالون راه باقي في حالة ممتازة، الصالون فيها باقي جديد اللهم بارك. وراه مازوت، السيارة مازوت ديزل. نحاول نشوف الكفر، هانتوما الخوت، ما كاين لا ضرب لا والو. وانا الصراحة راه تنسول على السيارة، الا كانت مضروبة راه ما نصورهاش، تنتيق بلي راه مضروباش و تنصور على الناس اللي تنعرفوهم تيجيوك ديريكت. هانتوما اخوتي السيارة اللهم بارك باقي جديدة. هانتوما اخوتي المليح اللهم بارك، السيارة باقي ناضية.
ايوا دابا غادي نحاول نمشيو نشوفو المحرك ونيت باش نشوفو السيارة من القدام اللي يكون فيها تايش يضرب ولا شي حاجة، لأن من القدام بزاف هو اللي تيتعرض للضرب هو واللور غالبا، هادو هما البلايص اللي تيضربو في السيارة. هانتوما الخوت البصمة، البصمة ديال لا ميزون باقي في السيارة. هانتوما خوتي، هانتوما خوتي السيارة، اللهم بارك كسابية، تنطبق عليها القاعدة ديال اشتري وركب. هادي اللي فرزقو ان شاء الله تعالى راه بغا يشري السيارة ويركب مع راسو، ما غادي يخسر عليها حتى ريال، ومازال الى تهلا راه غادي يجيب فيها الله فلوسها، ولا يجيب الله كاع شي بركه فوق من فلوسها. هادشي اللي كاين اخوتي، كما عودناكم راه غادي تلقاو الهاتف ديالنا في صندوق الوصف، وغادي نقول فيه الثمن ديال السياره حيت مازال ما شديت الثمن عند مول السياره. غادي نحط الثمن في صندوق الوصف والرقم ديال الهاتف، واللي حب نتواصل مع مولاها مرحبا. الله يسر البائع والمشتري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.